هل حلمت يوماً بالحضور على منصة تتويج يكون فيها ميسي ورونالدو أحد الفائزين وترافقهم في جولة وغداء مشترك؟ تركي آل الشيخ يمنحك الفرصة لذلك، لكن مقابل تذكرة يبدأ سعرها بمليون ريال سعودي والمزاد مفتوح للزيادة. المستشار السعودي تركي آل الشيخ وعبر صفحته على تويتر أعلن عن فتح مزاد لتذكرة مميزة ووحيدة تسمح لصاحبها بمرافقة الفريق المتوج في مباراة نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان المقررة في 19 من يناير القادم. التذكرة تأتي ضمن برنامج موسم الرياض الذي يستضيف المباراة المنتظرة والتي من المقرر أن تجمع رونالدو وميسي في مباراة واحدة منذ سنوات، لكن الرقم الفلكي الذي وصلت إليه هذه التذكرة بعد فتح المزاد لشرائها هو ما صدم الجمهور. فقد أفاد آل الشيخ في وقت لاحق أن التذكرة وصل سعر الطلب لشرائها إلى أكثر من 10 مليون ريال سعودي، والتي من المقرر أن يذهب ريعها إلى منصة إحسان الخيرية. فهل ترى أن سعرها مبالغ به، أم أن قيمتها التي ستذهب للأعمال الإنسانية تستحق أكثر من ذلك؟